يا مرحبا، ترحيبة الصبح للشمس حزت عناق الليل مع طلعة النور. في لحظة كل المعاني غدت همس، والقلب غارق في بحر أنس وسرور. مساكم أنس، مساكم خير مشاهدينا في مساء الإمارات. حلقة جديدة نطلع بها عليكم مباشرة على الهواء، مدة ساعة ونصف إن شاء الله، مليئة بكل شيء مفيد ويديد من فقرات محلية عالمية ودولية. بس قبل لا نطلع النوافذ نرحب بسالم. مساء الورد يا سالم. يا مرحبا بك، مساء الخير. كيف المقدمة؟ ما شاء الله عليك وصح لسانك وصح نطوقك، ما شاء الله عليك. كنت بقول لك ابا بيت شعر لكن خليها بعد الحلقة. يا مرحبا الساعة مشاهدينا، مرحبا مليار في ذمتها ولا يسدا. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المميز مساء الإمارات، أكيد فقرات متنوعة محلية عربية وأيضا دولية، كلها تهمكم وتهم أسركم وأيضا مجتمعاتكم. أولى هذه العناوين لهذه الفقرات مع زميلتي خديجة. إذن في أولى نوافذنا، إصدار مرسوم بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة. أكيد مو بشيء جديد على دولة الإمارات وعلى تمكين المرأة في دولة الإمارات، وهذا الشيء القيادة الرشيدة دوم تسعى لدعم المرأة على كافة وجميع الأصعدة والمجالات. لذلك بنخوض اليوم هذا الموضوع من خلال فقرات مساء الإمارات. مشاهدينا من الإمارات نطير معاكم إلى مصر الشقيقة، أكيد لأن هناك قضية وحادثة أكيد، وبنشوف آخر مستجدات قضية الطفل اللي تعرض للقتل بمحافظة أسيوط. طبعا كل العزاء لأهل الفقيد أو الضحية في هذه الجريمة، واليوم نطرح هذا الموضوع في مساء الإمارات لنشوف آخر مستجدات القضية معاكم مشاهدينا. طبعا ومن عنوان آخر، الأيام الصحية والمناسبات العالمية وأكيد دورها في تعزيز التوعية. هذه التوعية لازم تكون بشكل ساعي دقائقي ويومي، ولكن وجب التنويه عنها بيوم عالمي. بنتكلم اليوم عن أحد الأمراض المنتشرة لها علاقة بلون البشرة والدوبامين المسؤول عن لون البشرة من خلال مساء الإمارات. مشاهدينا، اليوم العالم يشهد تطور كبير في عالم التكنولوجيا والرقمنة أكيد، واليوم لابد من إطلاق أول أداة رقمية للتحقق من الشائعات والأخبار الكاذبة. تكلمنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي، تكلمنا عن التكنولوجيا المتطورة، فلابد اليوم كل حد يستخدم هذه المنصات الرقمية وينشر فيها الأخبار. لكن السؤال هنا، كيف نقدر نعرف أن هذا الخبر صحيح أم كاذب؟ إن شاء الله في أداة بنطرحها اليوم في مساء الإمارات معاكم مشاهدينا، وعساها تكون ذات نتيجة وفائدة. وأولى المواضيع والبداية مع المواضيع المحلية مشاهدينا، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكمة لإمارة دبي المرسوم رقم 39 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة. بالفعل خديجة، قيادتنا الرشيدة هي الداعم الأول لكل امرأة إماراتية أثبتت حضورها على كافة المجالات والمستويات، واليوم نتكلم عن أهمية هذا الشيء بعد هذا التقرير. حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز دور المرأة في مختلف أوجه الحياة من خلال مشاركتها في برامج ومبادرات ومشاريع نوعية، كما عملت أيضاً على دعم مسيرتها المهنية ضمن استراتيجيات عمل مدروسة ومصممة وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية، حيث تشغل المرأة الإماراتية نحو 66% من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30% في الوظائف القيادية المؤثرة. وأصبحت المرأة الإماراتية قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني، ونجحت في تحقيق دورها خلال تمركزها في مواقع اتخاذ القرار ضمن المؤسسات التي تعمل بها، وسرعان ما سطرت قصص نجاح ملهمة وأثبتت بأنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية. وعن أهمية دور المرأة في المجتمع نرحب بضيفتنا في الاستوديو المستشارة نورة القصير رئيس المجلس الاستشاري الأسري وممثل دولة الإمارات ومدير مركز نورة القصير للتدريب والاستشارات. مساء الخير مستشارة. يا مرحبا بك، ومساء الخير والنور والسرور. أهلا وسهلا فيكم، مساكم الله بالنور والسرور. الله يسلمكم ويبارك فيكم. طبعا يعني لا شك أن دولة الإمارات تولي دوما الاهتمام والدعم للمرأة وتمكين المرأة الإماراتية. خبرينا ايش قد مهم هذا القرار اللي هو يخص دعم المرأة الإماراتية بتأسيسها. بسم الله. إحنا اليوم الحمد لله في دولة ظل قيادة رشيدة تؤمن
بالمرأة وتؤمن بدور المرأة. صحيح. إحنا اليوم نتكلم عن كل سنة وسنة تطلع معانا سياسات تدعم تمكين المرأة في المجتمع. نعم. من إحدى السياسات اللي كانت معانا بال 2023 تمكين المرأة كانت فيها ثلاث محاور. هذه السياسة أطلقها المجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد عشان تدعم المرأة في المجال، وكانت تضم ثلاث جوانب، ما نسينا جانب الأسرة. نعم. وجانب دمجها في العمل وجانب تطوير مهاراتها. نعم. هاي من إحدى السياسات اليوم اللي يقول دولة الإمارات تدعم فيها قيادتنا. نعم. الرشيدة. صحيح. نظرتها اليوم عشان تساهم في صنع مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني كل هذه الإنجازات للمرأة ما أتت عبث، هناك دعم وداعم وهي القيادة. نعم. الرشيدة، وهذا ما أتى عبث اليوم المرأة لأنها أثبتت نفسها في عدة مجالات وشاركت الرجل في هذه المجالات وهذه المناصب، فاستحقت هذا الدعم من. نعم. القيادة الرشيدة. اليوم أستاذة نتكلم عن أهمية حرص المؤسسات والجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير بيئة العمل الداعمة للمرأة كونها شريك أساسي للرجل في مسيرة التنمية الشاملة. جاء هذا الإيمان أيضا من إيمان قيادتنا الرشيدة. نعم. اليوم المؤسسات تتبع استراتيجيات دولة، سياسات دولة. صحيح. هذه السياسة اللي نحن نقول أصدرها مجلس الوزراء أو أصدرتها الإدارة أو أصدرتها القيادة الرشيدة تدعم من خلالها توفر بيئة عمل مناسبة، مناخ مناسب، ظروف صحية مناسبة. كل هذه المسببات اليوم ساهمت في عطاء المرأة. في النهاية المرأة اليوم جزء، أنت قلت قبل شوي، جزء ومساهم في عملية بالفعل. العمل. صحيح. واستدامة العمل. إذا ما كانت اليوم الهيئات والمؤسسات تطبق السياسات اللي هي اليوم تدعم المرأة، تمكن المرأة، تحمي المرأة، تعطي المرأة حقوق، ما كانت اليوم المرأة وصلت قيادات كبيرة. صحيح. اليوم نحن نتكلم عن امرأة وصلت مجلس الاستشاري الأسري، اليوم مرأة وصلت المراكز المجلس الاستشاري الوطني، الدبلوماسيات، الوزارات. احنا في دولة الإمارات تبارك الله تقريبا كم وزير عندنا؟ 36 وزير، من بينهم 9 وزيرات. ما شاء الله. إيمان، قيادة رشيدة، نظرة ثاقبة، رؤية واضحة، وسياسات تطبق. هذه السياسات تدعمها المؤسسات بناء على رؤية بالفعل. ما كانت راح توصل. صحيح. اليوم المرأة وين وصلت تبارك الله؟ فضاء. الفضاء. عندنا نور المطروشي. نور المطروشي. نعم. هذه السفارات، الدبلوماسيات، نحن نقول اليوم صار لها بصمة. صحيح. في المناصب القيادية، في المناصب الرئاسية. ليش؟ لأن في إيمان، في اليوم دعم. هذا الدعم من خلال السياسات. الحين لما نتكلم مثلاً عن اليوم المرأة وتمكينها، هل تحتاج ظروف؟ هذه الظروف متمثلة مثلاً في وضعها الأسري، في سياسات حمايتها مثل إجازة الوضع وإجازة مثلاً. صحيح. ساعات الأمومة وغيرها. كل هذه السياسات تساعد مناخ وبيئة عمل مسهلة ودافعة للمرأة في العطاء. صحيح. نعم. تطوير. يعني يقال أستاذة أن المرأة نصف المجتمع، وهناك من يعزز هذا القول ويقول. نعم. هي كل المجتمع لأنها تنجب النصف الآخر منه. طيب، الحكومة الرشيدة طبعا احتضنت ودعمت هذه المرأة ومكنتها مجتمعيا، بالمقابل ماذا قدمت المرأة في مجالات عدة؟ كيف تميزت بمعنى آخر؟ تميزت كثير. اليوم احنا نتكلم وين وصلت المرأة الإماراتية؟ ما شاء الله وصلت أعلى المحافل الدولية. صحيح. هذا التميز اليوم لما تطلع المرأة الإماراتية وتمثل دولة الإمارات على المحافل العالمية والعربية، هذا دور لها. نعم. اليوم لما تطلع المرأة ويكون لها بصمة في الفضاء، ويكون لها بصمة في الوزارة، ويكون لها بصمة في الدبلوماسية، هي ترد جميل دولة، هي ترد ثقة ولاة أمر. صحيح. نظرة ثاقبة. هي في النهاية رؤية سامية تجلت من بداية الاتحاد مع أبونا المؤسس الباني الحاكم الشيخ زايد طيب الله ثراه. كانت عنده نظرة دائما. نعم. فإحنا اليوم حتى على الصعيد هذا قاعدين نلبي هذا الشيء، قاعدين نرد بالمثل. عطاءكم في الإعلام اليوم أنتم كمذيعين. نعم. اليوم إحنا عطاءنا كرئاسة مجلس استشاري أسري. اليوم. صحيح. إحنا في مراكز تدريب. اليوم إحنا حتى في سلك العمل إحنا قاعدين نرد شيء لهذه الدولة ونمثل. صحيح. دولة الإمارات كيف نمثلها في هاي المحافل. على فكرة خلال فترة بسيطة إحنا بعد راح نكون من ضمن المدن الصديقة للمرأة. بالفعل. عدا ذلك احنا ما جانا تكريم من الدولة، تكريم وطني في يوم المرأة الإماراتية. أكيد. يوم 28 خصص يوم كامل. نعم. للمرأة الإماراتية. هذا رد لعطائها اللي. نعم. قاعدة تعمله للدولة، وهذا. نعم. احنا اليوم قاعدين حتى نبرز ضمن هذه المحافل. جميل. والقيادة الرشيدة آمنت اليوم بإنجازات المرأة الإماراتية في شتى المجالات. ذكرتي هناك وزير فهناك وزيرة. وزير. هناك رائد فضاء، هناك رائدة فضاء، ممثل للدولة في الخارج، هناك ممثلة. نعم. للدولة في الخارج، وقاعد يقومون خلنا نقول بواجبهم على أكمل وجه. اليوم ورد جميل. بالفعل بالفعل كلام صحيح. اليوم سنة عن سنة، شهر عن شهر تطلع قرارات لتمكين المرأة أكثر وأكثر في المجتمع الإماراتي، سواء كانت وزيرة أو ممثلة أو رائد فضاء أو حتى معلمة. ما يعني ما نخلي كل المهن اليوم هي مربية الأجيال الأولى. صحيح. فهذه القيادة، هذه خلنا نقول القرارات،
كيف تفعل دور المرأة أكثر فأكثر في المجتمع الإماراتي في المؤسسات الحكومية أيضا؟ هذا التمكين جاء اليوم، إحنا مثلا عندنا سياسة التمكين اللي جاءت في 23 واللي إن شاء الله راح تستمر لين 31، جاءت في ثلاث بنود. أولها في الأسرة، مكنتها في الأسرة كأمرأة كأم، فكان لها دور كأم في البداية، ثم مكنتها في دمجها. اليوم إحنا حطينا سياسة عمل المرأة في المجتمع، مثلاً حطيناها كسياسة ساعات عمل، كتنظيم مثلاً شو عندها من التزامات، ساعات الخروج، كل هذه مكنتها في دمجها في العمل حتى في القطاع الخاص أو في الأمور الثانية. نرجع اليوم للتطوير، اليوم إحنا قاعدين نعلم، نسقل، نطور. هاي السياسات لو ما وجدت ما راح تشتغل، ما راح تندمج، ما راح تعطي. هاي أحد الأشياء، حقوق المرأة اليوم. اليوم صار في حقوق للمرأة الإماراتية، هاي الحقوق وجدت، لو ما وجدت ما راح تعطي المرأة وراح تسهم معها فيها في المجتمع أو في عطائها في المجتمع. كل هاي السياسات وجدت عشان نحن نقول تستخدمها المؤسسات عشان تمكن المرأة وتدعم المرأة وتكون عنصر فعال في المجتمع. هاي السياسات وجدت ليش؟ عشان الاستدامة، استدامة عمل المرأة في هذه القطاعات. فمن هنا كانت الرؤية لهذه السياسة. يوم تتكلمين قاعدة أتذكر عدة أمثلة تخص تدليل، أنا بسميها حتى أكثر من حقوق، المرأة مدللة الإماراتية في دولة الإمارات. يعني قاعدة أتذكر شيء البينك باركينج لو تذكرين أستاذة، في المولات أو في الأماكن العامة في باركينج حتى خاص للنساء، يعني لدرجة أن الدلال لأي درجة أنها هي توقف أول باركينج وتدش المول، فلهذه الدرجة هي أولوية عن غيرها. أكيد بقول لك بعد شغلة، نعم على كلامك أكمل عليه. أنتوا لاحظوا دائما دولة الإمارات من كثر ما تدعم المرأة، دائما نسمع من الدول الأخرى ومن الجنسيات الأخرى أن يحظكم أنتوا في بلاد مهتمين في المرأة، القيادة تدلع المرأة، عاطين حق للمرأة، يوم للمرأة، يوم للمعلمة، يوم لكذا، مثال. يوم للأم. نعم صرنا مثال فعلا حقيقي للمرأة الإماراتية المدللة ذو العطاء، ولكن ما جاء الدلال من فراغ. اليوم هي ترد الدلال بالعطاء، العطاء اللي هو صار اليوم يمثل في هاي المحافل الدولية. في صعوبات للمرأة أستاذة نورة، في تحديات، نحن نتفق دائما إنه ما في شيء بالمطلق إلا ما في عقبات، في مجتمع ذكوري في بعض الأحيان، يعني الكل قاعد يحاربه. شو من الصعوبات التحديات اللي واجهتها المرأة وتخطتها؟ أكيد الحمد لله إحنا كنا نقول صعوبات سابقاً. اليوم مع دولة، مع قيادة، مع قوانين رشيدة ذو نظرة ثاقبة أصيلة، صدقيني ما عاد في صعوبات. ما عاد أنا قلت أقول لهم شو الصعوبات اللي راح نتكلم عنها؟ صعوبات خروج المرأة للعمل، ما عاد في صعوبة. صعبة. إدارة المسؤولية المنزل والعمل، ما عاد في صعوبة. تمكينها على جميع الأصعدة، ما عاد في. اليوم إحنا نقول حتى المرأة صارت ما بنقول منافس للرجل، وإنما صارت تخوض حتى أماكن وقطاعات في العمل يمكن الرجل كان يخوضها. مثل لما نقول اليوم عندنا هدى المطروشي في الميكانيكا تبارك الله، أول مهندسة ميكانيكا، الدكتورة السعاد اليوم نقول مهندسة طيران، احنا نقول محرك وطيران وهندسة. فاليوم نقول المرأة عندها كل شيء متوفر، ما عاد في صعوبة. كانت في هناك فعلا حقبة وظائف كنا نقول المرأة ما كانت تقدر تغطيها أو عندها صعوبات، سواء من الأسرة أو المنزل أو غير، فأصبح لا، عندنا ثقافة، عندنا اليوم زوج مثقف يدعم للأمانة. لو ما دعم الرجل وهو مكمل للمرأة وإحنا نقول مساند للمرأة، ما بتوصل المرأة. جدا مهمة هذا الرجل متمثل في ثلاثة، ممكن يكون زوج، ممكن يكون أب واعي فاهم يدعم بنته، ممكن يكون أخ، في النهاية هو رجل، ممكن يكون مدير في بعض الأحيان. نعم مدير، هي تدعم من البداية، تدعم توصل. فما عاد في، احنا نقول دائما كنا نقول عادات وتقاليد، اليوم تشوفهم هم يدعمون. فما عادت في صعوبة. نقول مثلا كانت نقول الأسرة والأم وتربية الأبناء، صار في تبارك الله حضانات تعود الأبناء وتربي أبنائنا، فصار في أسرة في حضانة، في عندنا دائما صعوبة تربية الأبناء، لا صار في حضانات حتى المكتمل. يا سلام على المرأة الإماراتية حقيقة. يوم تربي وتقود وتأسس وتنجز وتسوي وكل هذا في دولة الإمارات اللي هي الدعم الأول والأخير للإنسان بشكل عام. اليوم المرأة قادت، ربت، أنجزت، حققت، إلى أين؟ اليوم مع دولة الإمارات والقرارات اللي تصب في صالح المرأة وتمكينها من الأسرة إلين الوزارة، إلى أين؟ إلى المستقبل. يا سلام، إلى مستقبل مستدام. إحنا اليوم دخلتنا دولة الإمارات بقيادة رشيدة، بسياسات اليوم في مؤسسة المرأة عشان تصنع مستقبل للمرأة. مستقبل هذا مستدام، مستقبل تساهم فيه في القطاعات الاقتصادية، في قطاع ريادة الأعمال، في قطاع الفضاء، في كل القطاعات. اليوم إحنا قاعدين نوصل على إحنا نساهم في المستقبل،
نصنع قرار في المستقبل. نعم. لنا دور نفعله في المستقبل. احنا راح نوصل للمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. مع هذا مع الماضي خلني اقول ارجع الموجود والقياده الرشيده والخطه والحاضر مع القياده بعد الموجوده اكيد في مستقبل بيكون أكيد. مشرق لدرجه استاذه نوره ما اعرف اذا توافقيني الراي بعض الرجال يطالبون بحقوق الرجل تضحكين فتجاوزت تنافست تحدت وصلت المرأة حتى بعض الرجال. نعم. أنا ما بقول تحدت، إحنا فعلا نسمع أن الرجل دائما يطالب، ولكن ليش دائما التركيز على المرأة؟ منو مربي الأول للأسرة؟ المرأة. منو أساس الأسرة؟ الأم. احنا نقول المرأة احنا نقول تتقلد اكثر من منصب في المنزل منصب. نعم. في كذا منصب في كذا. الرجل ما اخذ حقه ولكن يظل الرجل رب الأسرة. نعم. لكن المؤسس الحقيقي المرأة، فاحنا نعطيه حقه، احنا ما نعطي بالعكس. نعم. كان يقول اول ابغى يوم الاب، احنا من يومين كنا نحتفل بيوم الاب احنا نقول ما قبل كم يوم من كم يوم محتفلين بيوم الاب. نعم. فاحنا نعطيه، ولكن احنا نعطي دافع للمرأة. احنا لما نقول المرأة نعطيها حقوق نعطيها الدافع عشان توصل. اكيد الرجل من استوى تبارك الله عنده حقوقه وحقوقه موجوده وما حد يتكلم. هو مو بتجاوز للرجل ولا نتجاوز. يبقى هو نفس ما يقولون يبقى هو، وتظل يعني هناك وظائف للرجل وتظل هناك وظائف للمرأة. استاذه نور ما تشوفين معي ان اليوم الرجل بالفعل اذا انطلقنا من الاسره هو الداعم الاول للمراه، هو اللي. نعم. يقولها يلا سيري انت بتقلدين هذا المنصب سيري. اتفق. انا معاك، انا بشجعك، انا وراء كل رجل عظيم امراه. نعم. وراء كل امراه عظيمه بعد رجل. اليوم الرجل هو سند المراه. اتفق. صح ولا لا؟ انا ما راح اقول لك، بقول لك وراء كل رجل عظيم امراه. وراء كل امراه ناجحه زوج عظيم. يا سلام. لازم نصلح المعلومه. سلام والله. فعلا لو ما كان هذا الزوج او هذا الرجل موجود ما راح توصل المرأة. بعدين حتى في دراسة نفسية تقول الرجل كلما كان رجل أكثر كلما كانت أنثاه امرأة متمكنة، فهذه دلالة أخرى أنه هو جد مش ذكر هو. نعم. رجل. رجل، وهذا اللي إحنا نقوله، عشان شيء أنا قلت رجل عظيم. بالضبط. وراء نجاح أي امرأة وراء نجاح أسرة ناجحة، لأن إحنا في البداية نبغى أسرة ناجحة. صحيح. هي اللبنة الأولى وراء. نعم. نجاح أسرة ناجحة، امرأة ناجحة، امرأة تصنع مستقبل، رجل داعم. نعم. عظيم. طيب. نعم. يعني بالعودة لنفس الموضوع وللقيادات الإماراتية من النساء والحريم اليوم الدولة اللي تدعمهم وتمكنهم في شتى المجالات وأثبت وجودهم وأيضا فعاليتهم في المناصب، رسالة عامة للمرأة الإماراتية من خلال منبر مساء الإمارات. والله رسالتي اليوم لأي امرأة. نعم. أنت اليوم في دولة أعطتك حقوق وأعطتك، إحنا نقول دولة تؤمن بك كامرأة، أعطي هذه الدولة. إذا عندك أفكار قدمي أفكار، إذا عندك رؤية قدمي رؤية، إذا عندك أهداف تطلع للمستقبل للاستدام أقدمي عليها، لأن إحنا في دولة ما شاء الله أعطت عندها نظرة ثاقبة، عندها أصالة في هذا المبدأ، فإحنا خلينا نقول نتعامل مع المعطيات واستغلي هذا الشيء وتعاملي مع قدر المستطاع دام هو متوفر. ونتمنى اليوم أنها توصل حتى العالمية بتوصل إن شاء الله المرأة الإماراتية ونوصل إن شاء الله. بعد نقولها في حال هي مع رجل ليس بداعم فهو مو آخر الرجال. نعم. لأن عندها القادة الداعمة، عندها الأب الداعم اللي. نعم. هو رب الأسرة أو رب الحياة أو رب البلد اللي هو قادة دولة الإمارات. وبالتالي لا تقف الحدود والآمال. انطلقي بدون حدود ولكن ضمن قواعد أصول. نعم. عادات تقاليد ثابتة. يا سلام ثابتة. يا سلام والله العظيم ختامها مسك. ختامها مسك. احنا نقولها انطلقي. نعم. احنا نقولك بلا حدود بأهداف. نعم. ولكن مع نقول سياسات واضحة، أعراف، عادات، تقاليد موجودة. أستاذة نورة بعد هالكلام ما في كلام، المستشارة نورة القصير رئيس المجلس الاستشاري الأسري ممثل. نعم. دولة الإمارات ومدير مركز نورة القصير للتدريب والاستشارات، كل الشكر والتقدير على هذه المعلومات والنصائح. يعطيك ألف عافية وعساك دوم ناجحة. وأنتم إن شاء الله من نجاح لنجاح حياتها المرأة والمداعم الرئيسي لنا. شكرا لكم. شكرا لكم. خديجة قبل نروح لفقرتنا كل التوفيق ذكي، أتمنى لك حياة مفعمة بالنجاحات وانطلقي أكيد بوجود رجال عظماء يدعموننا. أي أكيد. نعم أكيد. مشاهدينا مستمرين بمواضيعنا المحلية الهامة وبإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، وشهدنا يوم أمس معاكم مشاهدينا اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي مشروع تصريف لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي. يا خديجة. نعم سالم، والذي صنف بأحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية واللي بيخدم إدارة
ومنظومة تصريف مياه الأمطار في دبي لتغطي كافة مناطق الإمارة. بنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا المشروع بعد هذه المتابعة، متابعة طيبة. نقف عند هذا الموضوع والإنجاز، وخلونا نرحب مشاهدينا معاكم بضيفنا اللي انضم لنا عبر الهاتف، فهد العواضي مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها في بلدية دبي. حياك الله ويا مرحب الساعة. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ فهد، يعني خبرنا عن المشروع اللي بشر فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس، اللي بشر فيه المواطنين وأيضا المقيمين. أكيد أخوي سالم، في البداية نشكركم على الاستضافة وإعطائنا الفرصة نتكلم عن البرنامج هذا اللي راح يخدم الإمارة إن شاء الله للسنوات القادمة. نعم. مشروع تصريف اللي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هذا المشروع راح يدعم البنية التحتية في إمارة دبي ويعزز من كفاءتها ويساهم في تحقيق الخطط واستراتيجيات إمارة دبي وتوجهاتها المتواصلة اللي نحن عنها لتطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل للعقود القادمة إن شاء الله. نعم. المشروع هذا يعتبر مشروع مستدام من ناحية التنفيذ ومن ناحية التشغيل، وبيكون نقلة نوعية لمواجهة الظواهر والتغير المناخي اللي نواجهه في المنطقة. نعم. وزيادة في معدلات هطول الأمطار المستقبلية إن شاء الله. المشروع هذا يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية بتكلفة تصل إلى 30 مليار درهم، وبمجرد أن نحن ننتهي من تنفيذ البرنامج هذا راح نغطي كافة مناطق إمارة دبي لتكون منظومة تصريف مياه الأمطار على أعلى مستوى وأعلى جودة من ناحية الكفاءة والفعالية بإذن الله. يعني إذا بندقق أكثر أستاذ فهد عن هذا المشروع، نبغى يعني نعرف إن إذا بنتكلم عن البنية التحتية شو بيقدم بالضبط هذا المشروع اللي هي البنية التحتية في إمارة دبي؟ اليوم نحن في إمارة دبي عندنا بنية تحتية ولله الحمد متطورة، ولكن التغيرات المناخية اللي واجهت المنطقة تدعي إن نحن نواكب التحديات اللي موجودة. صحيح. المشروع هذا راح يزيد من كفاءة البنية التحتية اللي موجودة عندنا في التعامل مع زيادة في كميات الأمطار والتغيرات المناخية المصاحبة بنسبة تصل إلى 700% من الطاقة الاستيعابية اللي موجودة اليوم عندنا للنظام. نحن إن شاء الله حاطين خطة نخلص البرنامج هذا في 2033 باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالميا في المجال هذا. اليوم مثل ما نشوف نحن إمارة دبي مدينة متطورة، البنيان والعمارة فيها متكامل، فإحنا لازم نحصل على طريقة كيف نقدر نعزز من كفاءة البنية التحتية بدون ما نسبب أي صعوبات في عمليات التنقل والحركة أو أي أثر على الحركة الاقتصادية الموجودة. لذلك نحن راح نتبع في هذا المشروع التقنيات الحديثة في أعمال البناء، بالإضافة نحن لنا نظرة مستقبلية في موضوع الاستدامة وجاذبية ورياضة وجودة الحياة في الإمارة. يا سلام. فهذا المشروع راح يخدم الإمارة بإذن الله للمئة عام قادمة. يا سلام. من ناحية كفاءة الأصل، وراح يرفع الطاقة الاستيعابية مثل ما قلنا قبل 700% نسبة كبيرة جدا. هاي نسبة كبيرة جدا مع التغيرات المناخية. نعم.
يعني هذا اللي كنت بسألك عليه أستاذ فهد، اللي هو اليوم 30 مليار ستصرف على هذا المشروع الكبير اللي بيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في إمارة دبي بنسبة 700%. فماذا يعني هذا 700%؟ نسبة ما هي مثلا خلينا نقول 200%، لا بل 700%. ماذا يعني هذا 700%؟ يعني اليوم نتكلم عن النظام بعد تنفيذه بيكون يقدر يتعامل مع 20 مليون متر مكعب من المياه في اليوم. يا سلام. يعني إذا قارناها بشيء ممكن واحد يشوفه عن طريق النظر أو فيديو، اللي نحن نتكلم على 8000 حوض سباحة ممكن تصريفها في اليوم. المعدل التدفق يوصل ل 230 متر مكعب بالثانية. جميل. المشروع هذا مو فقط أنه راح يغطي إمارة دبي وراح يرفع كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار بالتعامل مع كميات الأمطار اللي راح تشهدها الإمارة في السنوات القادمة إن شاء الله بنسبة 700%. فوق كل هذا راح يقلل التكاليف التشغيلية إن شاء الله بنسبة 20%. جميل. كيف تشوف هذا؟ كمل تفضل. نعم تفضل أختي. تفضل. هو يعتمد على؟ يعتمد على نظام الجاذبية. نعم. والتعامل مع بالانحدار واستغلال الأنفاق في عمليات التخزين والتصريف باعتماد على الهيدروليكس. بعلى التقنيات الموجودة. نعم. إذا يعتمد على الجاذبية أستاذ فهد، بس في شيء آخر سيجذب مع هذا المشروع، يعني خاصة إذا نحن نتكلم عن تجميع الأمطار في دبي، جذب السياحة، الاقتصاد، يعني كيف هذا الشيء إنه بيلعب دور في عدم التأثير السلبي على كل مجالات وأصعدة العمل في دولة الإمارات؟ اليوم احنا لما وضعنا نشوف التغيرات المناخية لمصاحب الإمارة وكيف نقدر نتعامل معها بدون ما أثر على الحركة في إمارة دبي وعلى جودة الحياة. نعم. فكان عندنا تحديين رئيسيين، كيف ننفذ توسعة وزيادة كفاءة أنظمة حاليا موجودة في إمارة متكاملة البناء تقريبا، كيف نقدر نبنيها؟ بيتم الاعتماد على التقنيات الحديثة في أعمال الحفر والبناء. نعم. بالإضافة إلى أن اليوم لما تواجهنا كميات أمطار وتنزل توقف مثلا حركة حركة السير أو حركة التجارية، حركة يعني السير في الإمارة، حركة الطيران في الإمارة، فهاي لها آثار مباشرة على جودة الحياة، على المنظومة الاقتصادية في الإمارة. فإحنا إن شاء الله راح نكون قادرين للتعامل وتجنب كل ما يأثر على جودة الحياة في إمارة دبي إن شاء الله وجاذبيتها وزيادتها. قواكم الله يا رب. كل التوفيق ويعطيكم ألف عافية، وراكم 10 سنوات من العمل على هذا المشروع، لكن مع هذه القيادة الرشيدة وبالخطط والتنفيذ أكيد بنوصل لهذا المشروع وهو منفذ على أرض الواقع. فهد العوضي مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها في بلدية دبي، كل الشكر والتقدير على هذه المعلومات. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. يعطيك ألف عافية. شكرا. تعرف يعني كلمة سباقة؟ سباقة سباقة يعني من قبل الحدث. بالضبط. إمارات شيء يعني صار هطول أمطار من فترة، فعلى طول في حلول لتدارك أي شيء مستقبلي، ومو بس تدارك، لا إيجاد بعد فرص أخرى، يعني أن تستثمر حتى هذه مياه الأمطار في مشكلة الموارد. صحيح. المياه الشحيحة واللي بالفعل العالم كله أصلا عنده مشكلة فيها، فشوف كيف سبحان الله يعني رب ضارة نافعة في دولة الإمارات. يعني دائما الحلول. نعم. يعني متطورة. يعني خديجة ذكرنا قبل في الحلقات يوم كانت الأمطار وخلنا نقول الحالة المطرية اللي كانت استثنائية على دولة الإمارات، أن اليوم هذه الحالة الاستثنائية بتخلق إنجازات، فرص، تطوير. نحن نعيش في دولة تطوع الصعايب لصالحها وتفرض خطط وتنفذها على أرض الواقع. مشاهدينا نروح فاصل. خديجة روح فاصل من دبي ونرجع لأم الدنيا مصر بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا ومستكملين فقرات مساء الإمارات. طبعا من الأخبار اللي منتشرة وايد آخر فترة على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي قضية الطفل اللي تعرض للقتل في محافظة أسيوط في مصر، تثير جدلا كبيرا واهتماما، خاصة بعد ما أنهت الأجهزة الأمنية بالمحافظة المصرية غموض العثور على جثة الطفل.
طبعا نحن يعني هنا من مكاننا نسأل الله الصبر والسلوان لأهل هذا الطفل. اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا، شيء الغريب بالموضوع هو الاختفاء المفاجئ للطفل خلال فترة عيد الأضحى المبارك. طبعا نحن نبقى نطرح الموضوع، نعرف تفاصيل أكثر، وخلونا نرحب بضيفنا اللي انضم لنا عبر خدمة الزوم من مصر، محمود عبد الراضي، رئيس قطاع الحوادث باليوم السابع. حياك الله ويا مرحب الساعة. مساء الخير أستاذ محمود. يا أهلا وسهلا بك أستاذي. يعني لو بنسمي الحادثة بطفل أسيوط، نبقى نعرف آخر المستجدات في هذه القضية. يعني احنا امام رواية شعبية ورواية رسمية. نعم. الرواية الشعبية بتقول ان يعني وفقا لكلام الجيران والمقربين من الطفل واهل المنطقة، ان هذا الطفل كان طفل عنده 8 سنوات، هو في الصف الاول الابتدائي، خرج يوم العيد كان بيلهو مع بعض الاطفال في العيد، اختفى فجأة، أسرته بحثت عنه في كل مكان دون جدوى، بدأوا يعني يلجوا إلى الأجهزة الأمنية وقرروا بلاغا بغياب هذا الطفل. بعد ساعات عثر على طفل مذبوحا داخل قطعة أرض زراعية ومبتور الأطراف، وده كان أمر مخيف للأهالي اللي بدأوا التخوف، وبدأت عملية التخوف على الأطفال في المنطقة. الأجهزة الأمنية بدأت تجمع معلومات عن هذا الطفل، وتبين من المعلومات ان اخر من كان برفقه هذا الطفل هو عمه وابناء عمه، وتم القبض عليهم، وتبين انه يعني تخلصوا من هذا الطفل بسبب ما اكدوا الاهالي ان كان هناك احد يعني المشعوذين والسحره. نعم. اقنعهم ان هناك يعني مقبره اثريه او كنز اثري يتطلب يعني ذبح طفل او قتل طفل حتى يتم فتح هذه المقبرة، ومن ثم بدأت يعني يفكروا في اختطاف هذا الطفل والتخلص منه بهذه الكيفية. دي كانت رواية الأهالي. لكن على الجانب الرسمي، الأجهزة الأمنية أصدرت يعني منذ ساعات بيان رسمي قالت فيه إن الطفل اختفى أثناء له، وإن يعني المعلومات توصلت إن في 3 أشخاص هم أقارب الطفل إن هم اختطفوه، إن كان الهدف من الجريمة هو السرقة، وأنهم يعني سرقوا هاتفه المحمول، وأن المتهمين بعد ارتكابهم للجريمة بعد القبض عليهم برروا يعني ارتكابهم للجريمة وقطع أطراف المجنى عليه رحمة الله عليه وتحديدا يديه، بسبب أن كان فيه بصمات للطفل على الهاتف المحمول وبعض الأماكن، فخافوا يكون هذه البصمات تقودهم إلى يعني وصول إلى المتهمين اللي كانت أيضا بصماتهم موجودة على هذه الأشياء، فقطعوا أطرافه. إحنا أمام روايتين، لكن في كل الأحوال تم ضبط المتهمين وبيقطعوا الاستجوابات من قبل جهات التحقيق، وتم كشف غموض الجريمة اللي كانت أثارت حالة من الرعب وحالة من الذعر لدى الأهالي وحالة من التخوف بعد اختفاء هذا الطفل، والطريقة الوحشية التي تم التخلص بها بهذا الطفل، وطفل صغير السن معروف في القرية، وهي قرية يعني كل الناس هي بتعرف بعضها. نعم. الناس كانت هناك حالة من التخوف. أكيد. والعيد تحول. نعم. إلى كابوس، وتحول إلى حالة من الحزن. أكيد. بين الأهالي. أكيد أثار هذا الموضوع الاجتماعي، الأهل والمجتمع رح يكون مخيف يعني. بس بالعودة أستاذ محمود، أنت قلت أن تم إلقاء القبض على بعض المتهمين، ما الإجراءات القانونية بحقهم؟ يعني في مثل هذه الحالات بيتم يعني استجواب المتهمين، المتهمين بيحصلوا على الحبس لمدة 4 أيام وفقا للقانون المصري. احنا عندنا جريمة تم التخطيط لها، لم ترتكب بمحض الصدفة البحتة، ولكن هناك تخطيط، وهو يطلق في القانون المصري الرصد، يعني عملية سبق الرصد والترصد لهذا من هؤلاء المتهمين. نعم. ومن ثم هنا العقوبة. نعم. سابق تعمد بالفعل. ومن ثم العقوبة في مثل هذه الحالات وفقا للقانون المصري هي الإعدام شنقا. نعم. طيب بالعودة بالحديث عن أهل الضحية أستاذي فاضل، خص أن اليوم مرتكبي هذه الجريمة هم من أهل الضحية، من أقارب الضحية، بالحديث عن الأهل بماذا يطالبون؟ الأم، الأب، الأخوان، بماذا يطالبون من خلنا نقول الجهات القانونية في مصر؟ يعني بس عايز أقول لحضرتك معلومة، إن هذا الطفل هو طفل وحيد لأبويه
يعني الأبوين لا يملكوا سوى هذا الطفل، هو كان بمثابة هو الحياة كلها بالنسبة ليهم، هو اللي بيملأ منزلهم فرحة وأمل وسعادة، وتحول الأمر إلى كابوس. ومن ثم من شدة ألم الأسرة وكان الكابوس الأكثر ألماً إن المتهمين تجمعهم صلة قرابة بأسرة المجني عليه، وإنهم قبل اكتشاف الجريمة شاركوا الأسرة في عملية البحث عنه، شاركوا الأسرة في دفن المجني عليه، وتظاهروا بالحزن والدموع وظرفت أعينهم دموع التماسيح كما يقولون. ومن أجل كل هذه الأسباب هناك مطالبات قوية وحادة وصارمة من أبوين الطفل بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي زي ما قلت لحضرتك وفقا للقانون هي الإعدام، وأن يكون ذلك في القريب العاجل حتى يعني يشفي ذلك يعني نيران القلوب، وحتى تبرد نيران القلوب بعض الشيء على فراق هذا الطفل الوحيد اللي كان بمثابة مصدر السعادة للأبوين. يعني ليس عنا سوى القول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني من هؤلاء الأشخاص، وإن كانت الرواية الأولى هي الصحيحة أم الثانية ما في شيء يبرر، فالأولى مبنية على الشعوذة أي الجهل، والثانية مبنية على السرقة أي اللا أخلاق، ما في شيء يبرر هذا الشيء. وبالتالي أدعوك يعني أستاذ محمود أنك توجه كلمة عامة لكل الشعوب العربية والمصرية خاصة، ألا يتكرر، ما نبغى نقول ظاهرة حادثة، ما نبغى تتكرر، فهل من وصايا، هل من مثلا توجيهات معينة تنصح بها الأهالي؟ يعني زي ما قلت حضرتك، يعني أنا بضم صوتي لصوت حضرتك إن مثل هذه الحوادث هي ليست قاعدة ولكن هي استثناء. نعم. ولكن في كل الأحوال يجب علينا إن إحنا يعني نشدد على ضرورة عدم الانسياق إلى وراء المشعوذين أو إلى وراء ثقافة الطمع. بالضبط. سواء ثقافة الطمع إن كانت في الرواية الأولى أو في الرواية الثانية، الدم غالي ويجب أن نحافظ على 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 هذا الدم. نعم. ولا يعني ننخرط سريعا وراء الشيطان ونرتكب مثل هذه الجريمة، لأن في النهاية هي يعني المتهمين الآن أصبحوا يواجهوا حبل المشنقة أو الإعدام شنقا، فإذا الجريمة لم تفيد بأي حال من الأحوال، يؤكد على أن الجريمة لا تفيد، وأنه يجب يعني دائما الجنوح إلى السلم والتسامح حتى يعني يسود عالمنا العربي المحبة والود بين الناس. آمين يا رب، نحن نتمنى هذا الشيء ونكرر عزائنا لأهل الضحية، ويا ربي أن الله يصبرهم ويصبر الأم والأب ويصبر أهله كلهم. محمود عبد الراضي رئيس قطاع الحوادث باليوم السابع، شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر خدمة الزوم من مصر، كل الشكر والتقدير. شكرا لك. شكرا حضرتك. طبعاً ما زال هناك بعض المعلومات حول هذه القضية عبر هذا التقرير، لنتابع ولنعود. مشاهدينا ومن مثل الإمارات نتمنى أكيد أن يكون هذا الشيء آخر الشرور على كوكب الأرض. مشاهدينا نروح لفاصل خديجة. نعم نروح لفاصل. فاصل ونواصل. يلا. مرحبا الساعة مشاهدينا، ومن الأخبار الدولية إلى المناسبات العالمية، ويصادف تاريخ اليوم 25 يونيو أكيد اليوم العالمي للبهاق، واللي يهدف إلى زيادة الوعي بالمرض وطرق الرعاية وأيضا العلاج خديجة. نعم، وإلى جانب تسليط الضوء على التحديات اللي تواجه المصابين به بعد ما تتراوح متوسط انتشار هذا المرض بين 0.5 إلى 2% من سكان العالم، فبالتالي لنعرف تفسير الأطباء نصائح الأطباء، نرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتورة فيكتوريا عنيني أخصائية جلدية وتجميل. مساء الخير دكتور. مساء النور يا أهلا وسهلا دكتورة.
طبعا اليوم ثلاثاء 25 يونيو يصادف اليوم العالمي لمرض البهاق، وشعاره هذا السنة لنشر الوعي بالبهاق. بنعرف المشاهدين ما هو هذا المرض ومدى انتشاره وصعوبته. مرض البهاق هو أول شيء لازم نقول أنه هو مرض غير معدي. نعم. هو عبارة عن نقص بإفراز الميلانين، خلايا الصباغية ما بتفرز صباغ الميلانين، لهيك هي بصير في نقص تصبغ، بيصير بالأطراف بأي منطقة بالوجه، بيصيب كل الأعراق، بيصيب كل الأعمار. نعم. فالفكرة أهم شيء نوعي عليه أنه هو غير معدي، سببه غير معروف، في الأكثر أنه بيقولوا السبب مناعي، لهيك مناعة الجسم بتقضي على الخلية الميلانية. نعم. يقولون بعد أسباب نفسية، نفسية بتزيد المرض، وبيكون بشوز الشرارة تبعه. تمام. وأحيانا بيقولوا في اشتراك بالوراثي، لما يكون حدا بالعائلة 30% في احتمال يصيب شخص ثاني، بس هي الأكثر هو سبب مناعي. مناعي وبدايته غير معروفة، والسيطرة عليه كمان وبينتشر ما بينتشر كمان غير معروف. نعم. بس النفسية بتأثر، تلعب دور، تزيد من البقع على الجسم. طيب ذكرتي شيء وايد مهم دكتور، أنه يصيب جميع الأعراق، الأسمر، الأشقر، الأبيض، جميع الفئات. حلو، ممتاز جدا. اليوم نشوف المشاهير مصابين بهذا المرض وعايشين حياتهم ويمثلون ويسيرون ويردون، والعديد من الناس. هدفنا اليوم من طرح هذه الفقرة في مساء الإمارات نعرف المرض، وأيضا نطمن المشاهدين أنه ولو كنت مصاب بهذا المرض عيش حياتك طبيعي. فنبغى نصائح منك دكتورة للمشاهدين، أن حتى لو كان عندك هذا المرض لا سمح الله أنك تقدر تعيش حياتك ببساطة. هو بيقدر يعيش بشكل طبيعي، ما بيأثر. يعني هو بس أحيانا أنه اللي بيكون معه البهاق بسبب بيتشارك مع أمراض مناعية تاني. نعم. بس المشكلة هو أنه هو للشكل الخارجي، فبيكون شكلهم مختلف. فاللي بيكون أحيانا شكلهم مختلف بيعانوا من التنمر. نعم. وخصوصا أنه المرض بيصيب من عمر 10-30 سنة الأكثر، فهي عمر المراهقة، فدائما المراهقين من يعني عرضة للتنمر، وهن ثقتهم بنفسهم. التنمر لكل الأعمار. نعم. بس الرد فعلهم على التنمر أو رد فعلهم لتقبل الذات بيكون مختلف. نعم. فالمشاهير هن بالعكس استغلوا اختلافهم ليكونوا مميزين أكثر. فهو الفكرة هي تقبل الذات وكيف نسيطر على اختلافنا. نعم. طيب دكتورة، بما أن يعني طرحت موضوع لون البشرة والميلانين الصبغة المسؤولة عن اللون، الحرارة تلعب دور. يعني إحنا الحين في أجواء حارة، وبالحديث عن التوعية الصحية بشكل عام ما نقدر نمر مرور الكرام دون الحديث عن درجات الحرارة العالية وتأثيرها على الجلد. فالسؤال الأول، هل له علاقة الموضوع بدرجات الحرارة؟ أعتقد لا، ولكن كيف نحمي بشرتنا من الحرارة؟ في فكرة لنا نحكيها، أنه البهاء لما بيكون ما في صبغة الميلانين هي بتحمي من ضرر أشعة الشمس، من الحرق، من حدوث الأورام الخبيثة بالجلد. فنحن لما المصابين مرض البهاق ما في عندهم خلايا ميلانين، فنسبة الحروق الشمسية عندهم أكثر من غيرهم. نعم. فلهيك لازم يهتموا بالواقي الشمس. وطبعا مثل لما بنتعامل مع البشرة البيضاء والبشرة السمراء نفس الشيء. البشرة السمراء اللي عندها البهاق بيكون الاختلاف أكثر واضح. البشرة البيضاء الاختلاف بالبهاق بيكون أقل وضوحا للآخرين. بس العناية بالشمس لا، لازم الواقي الشمس لازم نحطه فترات أكثر. نعم. اللي عنده بهاق أو مشكلة ميلانين يقي بشرته في هذه الحرارة أكثر، شو يسوي غير انه عن السن بلوك او مثلا حمايه تكرار سن البلوك؟ يلبسوا الثياب القطنيه اللي يغطوا. اذا كان بالوجه فيهم يلبسوا الطاقيه، فيهم اذا احيانا بصير بهاق بالعيون لازم يلبسوا النظارات، العيون الحوله بالاشفان. تمام. فيغطون، يعني يغطون الاماكن المصابه او اللي تكون حمايتها اكثر. جميل جدا. اليوم البشرة معرضة ليصبح فيها تصبغات عادية، حساسية وما شابه. اليوم متى أقدر أنا أتوجه إلى الطبيب عشان أقدر أميز ما بين البهاق وأيضا التصبغات الجلدية اللي كلنا نحن عرضة لها؟ هذا الموضوع كتير حلو، لأنه نعم. أنا بشوفه بعيادتي دائما. في كتير ناس مثلا من الأمراض اللي كتير شائعة النخالية المبرقشة اللي هي سببها فطري، بتصير السمر بتطلع بقع بيض، والبيض بيطلع بقع سمر. فالسمر لما بصير عندهم بقع بيض بالصدر أو بالظهر، فكتير بيجوني خايفين أنه
هذا بهاء، وهو بالعكس هو النخيل المبرقشي المعدي والبهاء غير معدي. نعم. بس النخيل المبرقشي إلى علاج في إنه نسيطر عليه، البهاء علاجه أصعب. نعم. فهاي اللي عندهم بيعرقوا كتير فبصير عندهم إصابة فطرية، بصير عندهم نقص تصبغ بالجسم. اللي عندهم إكزماتيدت كتير بيجيني أمهات الأطفال اللي بيقعدوا بالشمس كتير بيروحوا على المسابح فبصير عندهم بقع بيضة بالوجه، هي النخالية البيضاء أو الإكزماتيدت بتكون بقع بيضة بالوجه. فكتير هاي كتير بلاحظة تجيني انه نحن هذا بهاء طمنينا، فهي بكون اصابات فروقات يعني في فروقات طبيب الجلديه بيميزها. نعم. عدا عن هذا وذاك دكتوره فيكتوريا، شو من العوارض او الامور الاخرى اللي قد تشهدها البشره في درجات حراره مرتفعه بهدف التوعيه؟ طبعا هلا بالصيف نحن اهم شيء من البشره كمان ضربه الشمس، كثير بنخاف من ضربه الشمس، بنخاف من طبعا الحروق الشمسيه. نعم. هلا كثير بنشوف حالات حروق شمسيه درجه اولى وبتوصل لدرجه ثانيه، بكون مثلا فرحانين بالشمس راحوا على البحر، خصوصا هلا بعد عطله العيد. صحيح. فكتير هاي شفناها هاي الحالات. نعم. وبالطوارئ شاهدوا حروقات شمسيه اكثر. نعم. في شغله ثانيه انه ننتبه لها على المدى طويل الاحتمال الحدوث الأمراض الخبيثة بالجلد أكثر بسبب التعرض للشمس. فهيك لازم طبعا كمان بسبب تجميلي التجاعيد بتزيد بالشمس. فالواقي الشمس لازم نحطه على قليلة كل ساعتين، كل ساعتين نجدد الواقي، نجدد كل ساعتين, ساعتين. فاللي بيحط ميك اب فينه يستخدم واقي شمس سبراي يبخه. نعم. على الوجه. والشباب كمان فينه يحطوا واقي الشمس اللي ما فيه له لون. طبعا بننتبه أكثر شيء كمان الصلعان لما يحطوا طوائي او لانه هون هاي المنطقه كمان كثير بنشوف اورام خبيثه بهاي المنطقه بسبب تعرضهم للشمس. نعم. طيب غير عن واقي الشمس، خلينا نقول في اساليب اخرى، طرق علاجيه وقائيه غير واقي الشمس. في ناس يقول لك انا ما اقدر احط واقي الشمس على وجهي ولا على بشرتي، فنريد اساليب طرق اخرى ممكن الانسان يستفيد منها سواء كان ذكر ام انثى. هي الانتي اوكسيدانت، كل الفيتامينات هي عباره عن انتي اوكسيدانت، فبتساعد على ترميم البشره. فكمان اللي بيكون حياته هيلثي مثلا رياضه الاكل الصحي هذا كله بيفيد. حتى بيقولوا مثلا في شيء انه ادويه مثل واقي الشمس داخلي. هو هذا الواقي الشمس هو عباره عن فيتامينات، هي الانتي اوكسيدانت مثل فيتامين سي فيتامين اي هذا كله موجوده في الاطعمه مثل ما دكتوره. فلما نحن بناكل اكل صحي هذا كله لهيك بيفيد بيأثر طبعا. ميلانين، في شيء يعزز هذه الإفرازات أو هذا الهرمون كتغذية كوقاية؟ التغذية رفع المناعة، هي رفع المناعة، الحياة الصحية، توقيف التدخين. فبتلاقي كل المدخنين وجههم بيكون غامق شوي، التصبغات أكثر. أنا هاي بلاحظها متى ما الصبية أو الشاب وقفوا التدخين فبصير وجههم نظر أكثر والتصبغات كثير بتخف. بس بدنا بس ملاحظة كثير بشوف صبايا وشهم كثير منيح رقبتهم تكون محروقة أو إيديهم. أيوة. فما تنسوا المناطق المكشوفة وأهم شيء الإيدين اللي بيسوقوا. وبعد يقال إن من يعني طرق الوقاية بموضوع كريمات أشعة الشمس إن حتى الرقبة، في وايد ناس يحطون سان بلوك فقط على البشرة أو على الوجه بس يهملون الرقبة طبعاً. فلازم يحطوا على كل الوجه، على كل الوجه. وفي كمان صبايا كتير بيسألوني أو شباب اللي بيحبوا يعملوا تان للجسم. صحيح. إنه في هلأ كمان واقيات بالشمس مثل الزيت وفيها واقي شمس، فهي فينا تسمر بس بنفس الوقت تمنع حدوث التجاعيد أو حدوث الأهم منها كانسر على المدة الطويلة. نعم. طرحت الموضوع وايد مهم دكتورة بالحديث نفسه عن اليوم موسم الصيف والبحر والتان مثل ما ذكرتي. بالفعل اليوم نحن نتعرض لدرجات حرارة عالية ونظل بالساعة والساعتين تحت أشعة الشمس المباشرة، فمدى خطورة هذا الموضوع أو مدى أثاره على مادة الميلانين اللي موجودة في جسمنا وعلى بشرتنا؟ له خطورة آنية وله خطورة على المدى الطويل. الخطورة الآنية ضربة الشمس اللي يصير نقص خربطة بالسوائل، أحيانا بنضطر لتوقف القلب فبده إسعاف سريع. لازم يشرب مي، لازم ينتبهوا ما يطلعوا فترة الظهيرة بين 12 و3 حتى للأربعة، يعني لازم بعد الأربعة. دائما الأطفال والكبار بالسن لازم ننتبه لهم أكثر، الصبايا والشباب والكبار بالعمر اللي بيشربوا أدوية مثلا خافضات الضغط ينتبهوا، هدول لازم
يشربوا مي كمية أكثر، التعرق بيخربط بالشوارد فبيدخلوا بحالة ضربة شمس. حتى المصاب بالبهاق نفس الشيء لازم يعتني بنفسه وما يسوي تان، لأن تكون الخطورة أكثر عليه. تكون الخطورة أكثر، بيصير إذا عمل تان بده يصير مفعول عكسي. فأول شيء لكل فئات المجتمع أنه يطلعوا مثلاً تان يعملوه بالفترة الصباحية أو فترة الغروب. الغروب نعم، بس ما أعرف ليش الصبايا والشباب بيحبوا الظهر أكثر، يحبون الشمس، يحبون الشمس البرونزاج. بس في نوع آخر من الصبايا بعد والشباب دكتورة فيكتوريا يحبون التان اللي هو السولار، اللي هو أنا ما أفضله في كثير هلأ، لأنه على المدة الطويلة الخطورة لسه أكثر من هذا اللي نبى بعد نوعي من ناحية أخرى، أن هناك من يتحرى أنه قاعد يتجنب أضرار أشعة الشمس الطبيعية باللجوء لهذا الجهاز، أسرع أسرع وهذا، بس في احتمال للكانسر الجلد أكثر. هلا إذا بدهم تان سريع في سبراي مثل مكياج بيحطوه على الجسم ويعمل ينغسل. طيب شو علاقة جهاز السولار هذا التان بالميلانين؟ يؤثر على الميلانين؟ يؤثر، يعمل تحريض لأنه بيزيد الإفراز. عندك شامي كامنة في احتمال تتغير. تتغير يصير لونها غامق أكثر، أنا حفز المادة اللي فيها وحفز المادة اللي موجودة بكامل البشرة وتحرض لتكون خبيثة، وتحريض آني، يعني أنت قاعد تجبر المادة أنها تنفرز غصبا عنها. فطرق سليمة لهذه المواضيع، لأن اليوم المصاب بالبهاق يبغى يعيش حياته. نحن لما نعمل تان لما بنروح نعمل تان نتعرض لأشعة الشمس الطبيعية بزيد إفراز فيتامين د، فهذا أفضل ما أنه نتعرض للأجهزة، وخاصة مثل ما قلتي بفترة الصبح نقول من 8 إلى 10 ومن 3 إلى 6. فالموضوع يعني عادي، بس بوقت المناسب بشكل الصحيح. وحتى المستحضرات اليوم اللي ذكرتيها مثل الواقي الشمسي، الزيوت اللي ممكن تحافظ على البشرة أو تعكس أشعة الشمس إذا تعرضت لها بشكل مباشر. بحديثنا عن مرضى البهاق اليوم، نصيحة عامة لهؤلاء المرضى عشان يعيشون حياتهم مرتاحين. بالفعل هم مختلفين، لكن نحن معاكم، انتم مميزين. مختلفين مميزين، نعم مميزين. ومثل ما قلت في كتير أمثلة المشاهير استغلوا اختلافهم ليكونوا مميزين أكثر، وهن أشخاص ناجحين. فهو لما يكون شخص مختلف عن المجتمع ما ضروري يعني، فنحن هاي أول نصيحة، تقبل الذات، لأنه هو المرض البهاق أكثر مشكلة لإله هي الحالة النفسية. نعم. للمريض، والحالة النفسية لما بتسوء بيزيد المرض. نعم. وهي أول، هاي أكثر اهتمام. والاهتمام الثاني هو في علاجات، في علاجات كتير هلأ منتشرة، منها في علاجات البيولوجية اللي استخدام الكريمات. نعم. وفي فائدة تقريبا بتوصل لستين 70%. جميل. فحاليا الطب تطور والعلاجات صارت أسرع بالإضافة لأجهزة الليزر. نعم. فالعلاجات متطورة، وفي والإيمان بالله طبعا. تقبل نفسك. أنا أعتقد دكتورة هم مش مختلفين، هم بس الفرق أن ظاهر عليهم هذا الاختلاف. الكثير من طبعًا. الناس عندنا نقص في كثير من الأشياء، إن كانت في إفرازات أو أشياء أخلاقية أو أشياء أخرى غير ظاهرة. فلا نحكم على الآخر بس لأن في عنده بقعة بهاق على جسده بسبب نقص الميلانين. هناك بعد خطأ شائع قد يسمى دكتورة، مثلا الجلوس في الماء، يعني في المسبح أو في البحر في الصيف، يخفف من التعرض الشديد لأشعة الشمس، صح ولا غلط؟ لا بالعكس، بتزيد، لأنه انعكاس المي بتزيد التعرض 10 مرات الشمس. 10 مرات، لأن كمان المي والتلج، يعني لما بتشوف التلج بيصير في كمان حرق بالشمس، انعكاس الضوء بيصير مضاعف أقوى. إذا جلوس في الماء، فلما بنقعد قدام البحر أو المسبح فبيخفف، بجوز التعرق بجوز بيخفف ضربة الشمس بس ما بيخفف الحرق. نعم. الحرق هو سواء كان على الشاطئ أم حتى في داخل الماء. لون البشرة يفرق في التعرض بعد، والحساسية والعلاج؟ هو حتى السمر بيجون عندهم كلف بيجون، بس طبعا البيض بالنسبة للحروق البيض أكثر. نعم. بس نسبة للأمراض الجلدية السرطانية نفس الشيء، السمرة والبيضة. يعني اليوم لون البشرة لا يختلف، والكل معرض، والكل معرض. اليوم ممكن أنه يتعالج ويسوي الوقاية اللازمة عشان ما يطيح فيه المرض. دكتورة فيكتوريا كل الشكر لك على هذه المعلومات، وأيضا النصائح. دكتورة فيكتوريا عنيني، أخصائية الجلدية والتجميل، يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا طبعا مستكملين فقرات مساء الإمارات إلى التكنولوجيا بعد هذا الفاصل.
رجعنا لكم مشاهدينا مستكملين فقرات مساء الإمارات لهذه الأمسية وإلى عالم التكنولوجيا الرقمية واللي شهد إطلاق أول أداة للتحقق من الشائعات ومن الأخبار الكاذبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط واللي تم أكيد تطويرها في دولة الإمارات. يا سلام على هذه الأخبار المميزة مشاهدين. هذه الأداة بدورها ستعمل على تحويل دقة الوسائط ومعالجة مشكلة الشائعات اللي تعاني منها المنصات الرقمية على مستوى العالم، لكن كيف يمكننا استخدامها والاستفادة منها بشكل فعال؟ أكيد في مساء الإمارات بنتعرف يا ضيفنا في الاستديو أحمد جمال الشرقاوي خبير ذكاء اصطناعي، حياك الله ومساء الخير في مساء الإمارات. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، تشرفت بيكم جدا. يعني مع هذه خلينا نقول بالعامية اللوية على منصات التواصل الاجتماعي، أخبار مني منك منها الموثوق ومنها غير الموثوق ومصادر مختلفة، ابتكار هام بوقت أصبح فيه التكنولوجيا في أيدي الجميع، الخير والشين، كيف اليوم نوضح للمشاهدين عمل هذه الأداة؟ يعني بداية فعلا زي ما انت قلت، حتى في دراسة في الفترة الأخيرة بتقول ان 68% من المستخدمين على السوشيال ميديا او الانترنت بيعتمدوا على اخبارهم من السوشيال ميديا. نعم. ولذلك الأداة دي هتكون مهمة جدا، لان هي بتعتمد على جمع البيانات من مصادر مختلفة، بتجمع البيانات من السوشيال ميديا او مواقع الاخبار او حتى البيانات اللي بيقوموا علماء الداتا بتطوير نموذج تعلم الآلة عليها، كمان بتقوم بتحليل النصوص وتحليل اللغة الطبيعية عشان تتعرف على النماذج الشائعة لشكل الأخبار الكاذبة أو الأنماط بتاعتها. كمان بتقوم بتحديث نفسها بشكل فوري، وبالتالي عن طريق أن المستخدمين بيكونوا الأداة دي موجودة على سواء نظام الأندرويد أو نظام أبل، بتكون شغالة بشكل تلقائي، بتديهم تصنيف للأخبار. جميل. طب كيف الأشخاص يستخدمون هذا الشيء؟ أو خلنا نقول بطريقة أخرى، إذا هذا الشيء صار كيف أقدر أنا أعرف أن هذا البوست اللي على السوشيال ميديا هو أقول كاذب، هو فيك، هو وهمي، غير حقيقي 100%؟ سؤال مهم جدا. هي الأداة من أهم مميزاتها أن هي بتصنف الخبر. يعني أنا مثلا بعمل سكرول في السوشيال ميديا، بتفرج على الأخبار مثلا على الفيسبوك، فالأداة بتكون شغالة زي مثلا ما تكوني في في بي إن مثلا شغال في الباك جراوند، فبيجي لي جنب الخبر إذا كان خبر مشبوه أو خبر كاذب أو خبر صحيح. وكمان في تصنيفات تانية بتدي سكورينج، ممكن تكون الخبر صحيح بنسبة 30%، بنسبة 60%، أو بنسبة 100%. بناء على مدى دقيقة هالكلام دقيق؟ ده في جزء من الثانية. تمام. يعني ما تحتاج تبحث وراء الأداة وتشغلها، هي شغالة بالباك جراوند وتعطيك سيجنال أو إشارة عدالة الخبر وتتحقق منه. صحيح بالفعل. هي بتكون موجوده ممكن على الويب، سواء عن طريق اللابتوب او الديسكتوب، او موجوده في الباك جراوند لنظام الاي او اس او نظام الاندرويد. جميل جدا. اليوم اثرها ايجابي اكيد على منصات التواصل الاجتماعي اللي اصبحت بايدي ومتناول الجميع. اليوم شغلت هذه الاداه انا، لكن دخل لي الذكاء الاصطناعي في الموضوع، ممكن ينافس هذه الاداه بعض الاحيان لانه ممكن يكون اذكى شوي، لان في حد قاعد يلعب فيه من وراء. كيف ممكن هذه الأداة تشتغل مع خلينا نقول الهاكرز اللي موجود على منصات التواصل الاجتماعي؟ لأن لكل سيف مقابل سيف آخر، بينافسه بيحاربه، بيقول لك أوكي أنت قاعد تدافع عن هذا الخبر عني وبينافسك، فكيف اليوم تكون الأداة شغالة 100% بعيدا عن متناول خلينا نقول الهاكرز نفسهم؟ تمام. هو يعني احنا هنبدا بمثل معروف اللي هو لا يفل الحديد الا الحديد. بالفعل. تمام. فبما ان اصلا الاخبار الكاذبه دلوقتي بيتم صياغتها بالذكاء الاصطناعي، فالاداه دي معتمده على تكنولوجيا ذكاء اصطناعي مهمه جدا، هي الماشين ليرنينج، هو نموذج تعلم الاله. بيتم تعلم الاله عن طريق ضخ بيانات ونماذج لشكل الاخبار الكاذبه اللي بيتم صياغتها عن طريق الهاكرز، او اللي بيتم عن طريق صياغتها عن ادوات الذكاء الاصطناعي بتصنع اخبار كاذبه. وبالتالي نموذج تعلم الاله اللي تم تدريبه عن طريق الداتا ساينس او علماء الداتا بيقدر يكتشف الانماط دي. وما ان هي فيها ميزه التحديث الفوري، فبيتم بشكل فوري او بشكل يومي او اسبوعي تحديثها بالانماط والبيانات. يا سلام. اللي تساعدها ان هي تكتشف نمط الخبر الكاذب المراد ان هو يتم الترويج ليه. تمام. كمان فيها ميزه ثانيه مهمه جدا برضو من خلال الذكاء الاصطناعي، اسمها ناتشورال لانجويج بروسيسنج، اللي هو معالجه اللغه الطبيعيه. نعم. عن طريق نماذج معالجه اللغه الطبيعيه بالذكاء الاصطناعي بتقدر تتعرف اذا كان ده تم عن طريق هاكر او تم عن طريق شيء مقصود بالذكاء الاصطناعي او هي خبر طبيعي بالفعل. نعم. في انت بديت بمثل، انا ببدا بعد جواب او سؤال بمثل اخر لكل يعني عالج الداء بما بالدائي. صحيح. ما هو داء له. طيب
اساسا قاعدين احنا من الصبح نستخدم مفردات كذب، فيك، 30% مصداقيه، 40% مصداقيه. فاساسا ليش اصلا موجود هذه يعني هذا الفيك، ليش اصلا صناعته موجوده حتى ينوجد له تطبيق او اداه تكشفه؟ تمام. يعني هو من رأيي الشخصي الأخبار الفيك موجودة لهدفين، في هدف تجاري بيتم من خلالها صناعة الأموال، ترويج لمنتجات غير حقيقية أو ترويج لمعلومات غير حقيقية ممكن بسببها حد يدفع مبالغ، فبالتالي بتحقق ربح عن طريق الأخبار الكاذبة للجهة اللي بتعمل كده، وكمان برضو للترويج للشائعات اللي بتأثر على الأمن القومي. ولذلك من أهم مميزات هذه الأداة إن هي هتتيح هتبقى مفيدة جدا للحكومات، ومفيدة جدا لنظام التعليم كمان، على نظام الصحافة طبعا، وللأفراد كمان. أكيد. جميل. أستاذ أحمد، أمس نحن تكلمنا في أحد الفقرات عن الديب فيك اللي هو التزييف العميق للصوت والصورة ولشخصية الإنسان بشكل عام. اليوم قاعدين نتكلم عن أداة تحارب الأخبار الكاذبة المصنوعة، سواء كانت عبر أشخاص أم بأحد أدوات الذكاء الاصطناعي. صحيح. اليوم السؤال هنا طال عمرك، هذه الأداة بتكتشف الأخبار اللي هي مكتوبة عبر الذكاء الاصطناعي، لكن أنا كشخص عادي كيف أقدر أكتشف هذه الأخبار؟ كشخص عادي. ولذلك في الذكاء الاصطناعي. احنا قبل الذكاء الاصطناعي كنت لازم الشخص يتحقق بنفسه من الخبر، يعني جاله خبر بالضبط يتحقق من الخبر ويشوف مصدره ويشوف كمان عدة مصادر عشان يقارنها. فدلوقتي الأداة هتوفر عليا الخطوات دي، وبالفعل وبعد ما اخد منها النتيجة انا اقدر اتحقق كمان كخطوة اخيرة من الخبر، بس على الاقل بقى عندي انديكيشن، لان انا مثلا لو بقرا 30 خبر في اليوم ممكن يكون عندي وقت اتحقق من الخبرين بالطريقة بتاعتي. لكن دلوقتي الآلة الأداة على الأقل هتديني ال 50 خبر دول انديكيشن بتصنيفات، وانا بناء عليه اقدر اتاكد تاني بنفسي من الخبر اذا كنت هستخدمه بسرعه. نعم. اكبر ودقه اكبر. بالضبط. نعم. اذا بنتكلم عن موضوع استاذ احمد جمال الذكاء، يعني هي الذكاء صفه تختص بالانسان. صحيح. فذكاء الاصطناعي جاي من الذكاء البشري. صح. طيب هذه المفارقه ابتشي فلسفه يعني تقنيه من تمام. من قبلك عنها، يعني كيف يقرا الذكاء الاصطناعي متاهات ومخارج الذكاء البشري ليكتشف هذه الثغرات اذ لم يكن هو بصانعها؟ بالضبط. هرجع للنقطه اللي انا اتكلمت فيها في الاول، بس ممكن اتكلم بشكل مفصل شويه. هي الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج بيكون يعني اللي علم الذكاء الاصطناعي هو الانسان. بالضبط. مين اللي بيعلمه؟ هم علماء الداتا. علماء الداتا كل واحد متخصص، ممكن عالم داتا في المجال الطبي او عالم داتا في مجال الصحافه او عالم داتا في مجال الزراعه. فعلماء الداتا بيجتمعوا وبيعملوا حاجه اسمها لارج لانجوج موديل، بيقوموا بتعليم بعمل نموذج ذكاء اصطناعي بيتم تدريبه عن طريق الاف البيانات والصور والاف الاكواد عشان يقدر يتعرف على، مثلا لو كلمنا على الأداة يقدر يتعرف على أنماط الشائعات وأنماط الأخبار الكاذبة وعلى أنماطها، سواء كان اللي مبتكرها إنسان أو مبتكرها أداة ذكاء اصطناعي. فماشين ليرنينج والديب ليرنينج من أهم الأدوات. من فترة سمعت شغلة أستاذ أحمد على الراديو عن وخبرنا حتى المشاهدين عنها قبل، الذكاء الاستماعي. كان من خلال استخدام فلترة خلني أسميها صوتية لزبون مثلا متصل معصب. فالذكاء الاستماعي يخفف من وطأة هذه العصبية ويوصل الصوت لخدمة العملاء أنه صوت لطيف وحن. صحيح. فهذه إيجابيات قد تكون، يعني ما فيها فيك عسل حلو، يعني بهدف التخفيف للحالة النفسية. صحيح. والذكاء الاصطناعي ليه إيجابيات كتيرة جدا. هي. زي اللي حضرتك ذكرتيها وزي الإيجابية اللي أنا ممكن استخدمه للتحقق من الأخبار. صحيح. وليه إيجابيات يعني لكل حد في مجاله، مثلا لو حد مصمم يقدر يخليه ينتج التصميم بتاعه بشكل أسرع وبأكثر دقة وتجنب أخطاء، لو حد مثلا مصمم معماري، فده يخلينا برضه نقول من الإيجابيات بتاعته هو مش هيستبدل الإنسان عمره ولا هيستبدل الوظائف، بالعكس بسبب الذكاء الاصطناعي يتم استحداث وظائف جديده. يعني حتى الامارات من الدول السباقه في مجال الذكاء الاصطناعي خصوصا في الشرق الاوسط او على مستوى العالم، وتم يعني العمل على العديد من المبادرات داخل الدوله. صحيح. منها مثلا مؤخرا دبي اي اي كامبس، هو حرم دبي للذكاء الاصطناعي. حرم دبي للذكاء الاصطناعي من احد اهدافه ان هو يوفر اكثر من 3000 فرصه عمل بحلول 2028. اليوم مؤسسات الدولة أحمد موجودة فيها مدراء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي، الموظفين يتعلمون يأخذون دورات يتعلمون بهذا، لأن اليوم الذكاء الاصطناعي ما ألغى وظائف، أنا معاك برأيك هذا. صحيح. بل أعاد تشكيل بعض الوظائف، حتى في مكان شال هذه حتى هني، فهو ما ألغى بل خلق الفرص، خلق التحدي في هذا المجال، لأنه اليوم مجال رقمي. المجال الرقمي فيه سلبيات وفيه إيجابيات، نحن نعيش في دولة كلها إيجابيات، فاستثمرنا في الجانب الإيجابي. اليوم كخبير اصطناعي أستاذ أحمد، ما أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات؟
سؤال مهم جدا، لان الذكاء الصناعي دلوقتي للدوله وللدول بشكل عام هو ثروه قوميه، وعشان يتم استغلال الثروه القوميه دي وان يتعب النفع على المواطنين وعلى الدوله كدخل قومي وكحتى يعني منفعه انسانيه، الدوله قامت بالاستثمار في البنيه التحتيه الخاصه بالذكاء الاصطناعي. صحيح. ولان من غير وجود بنيه تحتيه للذكاء الاصطناعي مش هيكون موجود ذكاء اصطناعي، ولذلك بيطلق عليها الذكاء الاصطناعي السيادي، لان الذكاء الاصطناعي السيادي ان الدوله تمتلك الذكاء الاصطناعي الخاص بيها كسوفت وير او بيانات وكانفراستراكشر، وان بيانات الدوله الحساسه يتم معالجتها داخل الدوله بدون اي تدخل خارجي من اي دوله اخرى. ده بيدي قوه جدا للدوله، وده اللي بتعمله دوله الامارات بالفعل. استاذ احمد، تخيل احنا لو لم نستثمر في عالم الذكاء الاصطناعي، ابغاك بس تعطيني جملتين، لو لم نستثمر وين كان وين كان حالنا؟ زي بالضبط لو لم يتم الاستثمار مثلا، لو في دول كتير عندها بترول مثلا، او دوله عندها بترول ولم تستثمر في الادوات اللي تقدر تستخرج النفط ده من الارض، اذا لم يتم تحويل الاموال او منفعه. نفس الكلام في الذكاء الاصطناعي، لو لم يتم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هيحصل ان الدول اللي هتستثمر في الذكاء الاصطناعي هي اللي تتقدم، والدول اللي مش هتستثمر هتفضل في مكانها. هذا طبعا هذا سيناريو غير قائم على دولة الإمارات، لأن يعني دولة الإمارات بالرؤى والاستشراف ما سيحدث إن شاء الله، وليس ماذا لو لم. ما شاء الله. صحيح. طيب. أنا قلت هذا الكلام أستاذ أحمد، تعرف ليش؟ لأن أبغى أستشعر النعمة اللي أنا فيها اليوم، دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة على اتحاد متين، استثمرت في شتى المجالات. صحيح. الذكاء الاصطناعي مجال كبير، نحن اليوم سباقين في هذا المجال، بس حبيت أكيد. أستشعر هذه النعمة بالزبط. اللي نحن عايشين فيها في دولة الإمارات بالزبط. العربية المتحدة لما زالت وستزال سباقة في شتى المجالات. إن شاء الله دوم صحيح. ما شاء الله دولة الإمارات. طيب الحديث، أنت صاحب خبرة واختصاص في هذا المجال، التحديات اللي تواجه الذكاء الاصطناعي إلى الآن، وتوقعاتك عن التحديات اللي بتواجه في المستقبل؟ يعني التحديات بواجه الذكاء الاصطناعي، احنا زي ما قلت من شويه ان عشان يكون موجود ذكاء اصطناعي لازم يكون في بنيه تحتيه لازمه للذكاء الاصطناعي، والبنيه التحتيه دي بتلتزم بتكون عايزه مصدر للطاقه، يكون مصدر مستدام. فاذا لم تكن هناك مصادر مستدامه للطاقه، حتى لو عندي بنيه تحتيه كافيه للذكاء الاصطناعي مش هتكون شغاله، بالتالي هتاثر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي زي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي او نماذج التعلم الالي الضخمه للذكاء الاصطناعي. جميل. كيف تشوف اسقاط هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي، في المجال الصحي؟ يعني تكلمنا عن الاقتصاد والبنية صحيح. التحتية، وهذه من أهم البنى التحتية لبناء تمام. الإنسان في دولة الإمارات. صحيح. خبرني بعد عن تجربتك من ناحية أخرى بما يخص الذكاء الاصطناعي في المجال الصحة والتعليم. يعني مثلا هنقول في مجال الصحة، بقى دلوقتي في العديد من الجامعات الطبية والمجمعات الطبية الشهيرة في البحث الطبي أو البحث العلمي، بتطور نماذج لتشخيص الأمراض بشكل مبكر لتجنب حدوثها. بالضبط. مثلا سواء الطب الوقائي زي ما بيقولوا أو البروسس الطويله اللي كانت بتتاخد في التشخيص، يعني صحيح. بدل ما كان مثلا ممكن شخص يقعد 6 شهور ويتشخص المرض، ممكن يتشخص في وقت مبكر، فبالتالي ياخد العلاج بتاعه بشكل مبكر. نعم. ده عن طريق نماذج تعلم الاله، عن طريق الذكاء الاصطناعي طبعا. تمام. في التشخيص، لان بيتم تدريب نموذج الاله عن نعم. طريق بيانات كثيره جدا لمرضى سابقين. نعم. سواء في الوقت الحالي او الوقت السابق، بنستخدم الميديكال السجلات الطبيه، وده برضو مجال متقدم فيه جدا دوله الامارات، لان دوله الامارات بتستخدم السجلات الطبيه للمرضى من وقت بعيد جدا، ولذلك هتكون من اكثر الدول المستفاده من انظمه الذكاء الاصطناعي في التشخيص مبكر للطب، وده هيؤثر طبعا ايجابيا على الصحه العامه للمواطنين. والتعليم؟ في التعليم طبعا بيساهم في البحث العلمي، سواء تطبيقات البحث العلمي للذكاء الاصطناعي او تطبيقات البحث العلمي المختلفه عن طريق استخدام لغات الذكاء الاصطناعي المختلفه. نعم. طيب اليوم الطلاب نشوفهم بعد خص الجيل الجديد استاذ صحيح. احمد، انه بالعكس يحب التكنولوجيا، التطور، الذكاء الاصطناعي، عالم الرقمنه وغيره، فهو يعتمد بشكل او باخر على هذا الذكاء الاصطناعي، على هذا العالم التكنولوجي. فنصائح اليوم اللي يستخدمونه بشكل صحيح، نحن مع انه يستخدمونه ويستفيدون منه، سواء في بحوثهم في الدراسه صحيح. في تعليمهم في شتى المجالات اللي هم يستخدمونها، فنصائح عشان ما يقعون في اخطاء ممكن تكون مكلفه على خلينا نقول معرفتهم اللي عندهم. نعم. تمام. الاول يتاكدوا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي هم هيستخدموها ان هي تطبيقات معتمده.
وتكون معتمدة داخل الدولة وتكون معتمدة من الخبراء. نعم. كمان يتأكدوا أن المصدر اللي هيستخدموا فيه تطبيق الذكاء الاصطناعي يكون سكيور عشان ما يتمش اختراق بياناتهم. نعم. والأهم من كده لو هيستخدموه في البحث العلمي يتأكدوا من المعلومات أن هي معلومات صحيحة، وده من أحد المميزات اللي بتقدمها الأداة اللي تم تطويرها لكشف الشائعات للمجال التعليم، أن كل الطلبة اللي شغالين في البحث العلمي بيقدروا يتأكدوا من مصدر المعلومات وأن هي معلومات صحيحة. نعم. نفس بالضبط المعلومات الصحية، لأن حاليا ممكن نكون أنا مثلا بستخدم السوشيال ميديا ويجي لي مثلا أن في عشبة معينة أو دواء معين للتخسيس وهو باين أنه خبر موثق جدا، وعن طريق الذكاء الاصطناعي كمان جايبين ريفرنس الناس مشهورة أن هم بيقولوا تجربتهم، هو ممكن ما يكونش كلام حقيقي. نعم. فعن طريق أداة زي دي بتديني أن دوت خبر مشبوه أو لازم أتأكد منه مرة تانية. نعم. فهتجنب أي مشاكل صحية تحصل لي أو خسارة مادية كمان. نعم. بالحديث عن الصحة أستاذ أحمد جمال بعد، وخلنا نقول تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الميتافيرس أو العالم الافتراضي. صحيح. مؤخرا تم إنجاز حدث جدا مهم في دولة الإمارات، إجراء عملية عن بعد 7000 كيلومتر مربع لجلطة دماغية، فبعد كيف تشوف هذا الشيء قد يخدم، لن يلغي وظائف الأطباء أكيد، ولكن كيف سيخدم هذا المجال من ناحية أخرى وعن بعد خاصة؟ صحيح، ده بالفعل هيخدم المرضى اللي بيكونوا محتاجين تدخل جراحي عاجل. نعم. وبالعكس هو مش هيلغي الاطباء، ده بالعكس هيبقى عندهم مرضى اكتر، لان هو ممكن عن طريق ريموتلي وجوده في دولته زي مثلا في دوله اوروبيه او دوله خارجيه يقدر يجري عمليات جراحيه عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي. نعم. وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمرضى في احتياج العمليه دي في الحال ما فيش وقت للسفر او وقت. نعم. الانتقال، او هو اصلا ما عندوش وقت في التايم بتاعه ان هو يروح دوله ثانيه، وبالتالي راح يخدم عدد مرضى أكبر. اللي من حوله واللي عن بعد. بالظبط. تمام. وطبعا ده لازم في نفس الوقت يكون مصدر، يكون فيه بقى تقنيات الفايف جي والسكس جي كمان. بالفعل. ودولة الإمارات بالفعل دلوقتي عن طريق يا سلام. أحد الجامعات المشهورة جدا زي التكنولوجي إنوفيشن إنستيتيوت. نعم. بيطوروا نماذج الذكاء الاصطناعي عن طريق السكس جي. هذه العملية تعرف من وين صارت أستاذ أحمد؟ الطبيب كان في أبوظبي والمريض في كندا. أوكي. كانت تجربة جميلة في دولة. صحيح. الإمارات، وشاهدة على أحداث دولة الإمارات مواكبتها لكل ما هو جديد ومتطور. اليوم بشكل عام نصائح عن أدوات الذكاء الاصطناعي كخبير اصطناعي للجمهور والمشاهدين، مثل هذه الأدوات ايش كثر بيكون لها نفع على المستخدمين؟ لأن اليوم نحن في بعض الأحيان أصدقك القول إذا دخلت أنا منصات التواصل الاجتماعي أشعر بالضياع، لأن منصة قايلة شيء والمنصة الأخرى قايلة شيء. فلترت هذه الأخبار ضمن قوالب صحيحة منظمة موثوقة المصدر، هذه الأداة وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى كيف ستخدم اليوم المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها؟ إحنا حالياً بما أن 68% من تشكيل الوعي للاخبار عن طريق السوشيال ميديا، فاداء فعلا زي الاداه دي وادوات غيرها بيتم. نعم. استحداثها دلوقتي هتفيد المتلقي لهذه المعلومه ان هو يتاكد من صحتها، وبالتالي لما تشكل وعيه تكون معلومه صحيحه. نعم. لان في مشكله ان الخبر الكاذب بينتشر 6 مرات اسرع من الخبر الحقيقي، فاداه زي دي هتقلل جدا من انتشار الاخبار. فمع الوقت، مع مرور الوقت، التايم لاين بتاعتنا هتلاقي معظم الأخبار حتى أنت كإنسان بنموذج الذكاء الإنساني الخاص بيك هتستشعر فعلا أن هي أصبحت أخبار واقعية. نعم. بس في الختام طبعا بما أنك تكلمون عن النصائح والرسائل، وجب بعد التنويه أن الطلبة يعني وايد الحين يستخدمون شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي، بس ما نبغاهم يركزون 100% على هذا الموضوع عشان يكون في عملية بحث وتفكير ناقد وتعلم ذاتي، اللي هي كلها طبعا من مهارات الطلبة والأطفال والناس في هذا القرن. وبالتالي شكرا على النصائح، وأنك بعد فتحتنا أفاق لهذه المجالات. أحمد جمال الشرقاوي خبير في الذكاء الاصطناعي، لتواجدك في مساء الإمارات. شكرا لك. شكرا جزيلا، شرفت بيك جدا، ويعني شكرا دولة الإمارات. شكرا. حياك الله. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك. ختامها مسك مع الذكاء الاصطناعي. مشاهدينا، قبل سنة وفي مساء الإمارات نحن دائما ما نواكب كل ما هو متطور ومستحدث وسريع. الذكاء الاصطناعي كنا نستخدمه في دولة الإمارات لإنشاء صورة، اليوم في شتى المجالات نستخدمه، الطيران، الطب، الصحة، التعليم، وهلم جرى في كافة المؤسسات الحكومية. مشاهدينا، إلى هنا تصبحون على ألف خير ودولة سعادة أكيد في بلاد السعادة. يعطيك ألف عافية. يعافيك ربي سالم. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. يتجدد مساءنا الإماراتي غدا بإذنه تعالى. تصبحون على ألف خير.